اهلا بك. لاباس؟ لاباس. راني السكنة. واش بيها السكنة؟ ما طابنيش انا السكنة، راني 12 عام ولا شكون ما طابنيش. وين تسكني؟ هنا سيد فلاك. إذا بغيت تشوف شكون تروح عندك تشوف. بلا قلبك، وين تسكني؟ نسكن هنا في سيد فلاك. عندك التراب تاعك؟ عندك التراب؟ الله ربي نبدو عندك. أنا درت زوج ديار بالطولات، صار الطولات تسيل عليا، راني قاعدة نحوس يديروا لي دار. علاه ما عطيتوهاش؟ فونال عندكم؟ قلت عندكم فونال ما وزعتوش؟ لا وزعنا. وزعنا كل شيء. ورا الامين العام. انا ب 12 عام وانا شكي، انا دايره 3 مرات دوشية. شوف يا الحاجة، احنا السكن اللي فيه عندنا والدولة عطاتنا وموفراتو، إلا أنه كاين مشكل نتاع الأراضي الفلاحية، ماناش حابين نمدوا الناس تدير البيطون على الأراضي الفلاحية تأكلك. إذا كانت عندك قطعة غير صالحة للفلاح، عندنا وين نبدا؟ صح، غير صالحة للفلاحة، ويجيو مديرية الفلاحة يجيو يلاحظوها، ويكونوا عندك وقت عندها، راه السكن كاين مبروك عندك من اليوم. زيد لهم انكوطه لرئيس دايره ب 10 ولا 15 من بينهم، هذه الحاجه ان شاء الله اذا كان عندهم. اولا حافظوا على الاراضي الفلاحيه، ثانيا لازم الناس تكون عندها وثائق، مش تروحوا يتعدوا على ملك الدوله، ثالثا السكن قد ما ينقصك نزيدك. الدوله موفره السكن، راه عندنا ما شاء الله. شكرا للحاجه. هاو رئيس دايره الصقي فيه وبربي ان شاء الله هي تاعك. مام عندك سكن، مدام عندك سكن ريفي قبل عندك راجلك ولا ابنك ولا عنده؟ عندي بنيت زوج ديال طلعتهم بالطوله والطوله طبقتها. اسمحي لي، احنا نجمو نزيدوكم بريمير ايطاج في الطابق العلوي، نجمو نزيدوك تبني فوق، تقدري تبني فوق، نعطيك الاعانه ونعطيوك الاعانه. يحفظك ان شاء الله، ربي يوفقك ان شاء الله.